الروائية سعاد الوردي. نحتفل اليوم بتوقيع رواية غيرك أضغاث أمواج، الرواية التي آثرت أن أوقعها في هذا المكان الذي كانت بوادر أولى بوادر الرواية هنا حين سمعت لبعض الحكايات. هذا المكان في صحراء أغافاي هو مكان أصيل، مكان يؤتت للتراث المغربي، أثرت أن يكون التوقيع هنا. رواية أضغاث أحلام غيرك أضغاث أمواج كما قلت قبل قليل في حفل التوقيع، هي انتصار لحلم ضد حلم، هي انتصار لحلم الوطن الأمة ضد حلم القارة العجوز. رواية غيرك أضغاث أمواج أردتها أن تكون حالة تخفض جناحها للسائلين، للعابرين، للساكنين كهوف الأحلام، توقدهم من أحلامهم، تقول لهم أن الوطن يتسع للجميع وأنه لا مجال لتركه وراء ظهورهم وأن يولوا وجوههم شطر القارة العجوز. فالمشاكل هي المشاكل والفاقة هي الفاقة، ولكن رغم كل شيء ورغم أحداث الرواية ورغم المعاناة التي عانها الأبطال، لاحظنا تشبتهم بأرض الوطن. أثرت أن يكون من بين أبطال روايتي مجموعة يعني فسيفساء من العالم العربي ومن إفريقيا، حتى أقارن بين ما يجعلنا نخوض نحن هنا كمغاربة الهجرة وما يجعل غيرنا يخوض هذه التجربة. فكشفت في الأخير أن ما يجعلنا نحن نخوض هذه التجربة هو فقط رغبة في تغيير للأحسن، ليس هروب من حروب، ليس هروبا من حروب، ولا هروبا من حروب أهلية، ولا هروب من مجاعة، ولا هروب من أمراض. ونحن الحمد لله نعيش استقرار، نعيش ازدهار، نعيش حالة من الانتماء الوطني، نعيش حالة من الرفاهية. فقط هناك بعض المشاكل طبعا لا أتجاوزها، وقد عاينتها وقد وقفت عندها وقد انتقدت حين يكون الانتقاد فقد انتقدت، ولكن لاحظت من خلال جمع أبطال الرواية من هنا ومن هناك أننا نحن أحسن بكثير من غيرنا. شكرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.